أعتقد أن ابنتك قد عفتك من جريمة عشقك لامرأة مسلمة، لكنها لم تعفك من خيانتك لنا واتصالك بالخليفة، لذا ستقتل كما تقول لأسأة. هكذا ماذا تنتظران؟ أن أقتلك يا يشمت بنفس الخنجر؟ أن أطالبك برأس ولدك ابن أختي؟ انصرفا! ألقيا به مع قتل المسلمين لأسعد بلقاء من أحبهم. بقى امر سيد الخان، قد قتلته وستحرق ابنته حتى لا يسمع الناس مره اخرى ما سمعناه. لن يسمع احد ما قالته هذه الفتاه هنا. هذه الفتاه تكذب يا كذبك، تكذب، أليس كذلك؟ بالطبع سيد الخان، إنها تكذب بلا شك. بايغو، أهذا بايغو؟ ماذا حدث يا كذبك؟ غدر بنا واتصل بالخليفة. أصحيح أنك كنت على علم بهروب ابنته مع ولد باتو يا دوغوس خاتون؟ أنا؟ من قال ذلك؟ ابنته راكينة؟ أين هي؟ إذن فهي لم تكذب؟ لم تكذب، لكني أريدك أن تعرف شيئا مهما يا كتبوغا. لقد ساعدها ولدك على الفرار، وكنت أعرف أنه خدعنا جميعا. أين هي؟ أودعها الخان سجنة لتحرق في الصباح. لا تنزعجي أيتها الخاتون، فنحن جميعاً حريصون وأولنا الخان على كتمان كل ما حدث. ماذا قلت؟ أقتل أبي؟ أجيبي عن سؤالي. كنت أعرف أنك ستأتين ترتعدين هكذا. قلت لك أجيبي عن سؤالي، ماذا قلت؟ قلت لأحسن زوجتك لما ساعدتنا على الهرب. ويحك، يسألوني ولتجيبي علي. لن تقولي له إنك كنت بين ذراعي المصارع، ليس كذلك؟ ماذا تقصدين؟ سأقول أنا أمام الدنيا كلها هذا ما لم أقله، وانتظرتك حتى تأتي إلي. كنت تعرفين إذن أنني آتية إليك. ترتجي فينا هكذا؟ تساومينني يا تراكينة؟ قولي لي، ما الثمن الذي تطلبينه؟ حياتي وحياة أبي ورحيلنا من هنا. وإن لم أستطع؟ تستطيعين يا دوغوس، لا أحد إلاك يستطيع مساعدتنا، بما لك من سلطان على الخان، ولأنك لن ترضي لنفسك أن يعرف الناس قصتك مع المصارع. وأنا بدوري سأقول للناس إنك تكذبين كي تنتقمي من الخان. فليسألوا دوخ. دوخ مات. دوخ لابد وأنه لاكو سيسأل باتو وسيعرف منه الحقيقة، ولابد أن كامشي ستقول الحقيقة أيضا لو كشر لها الخان عن أنيابه. تريدين الإطاحة بي يا تراكينة؟ لعبنا اللعبة من زمن يا زوجة الخان، وساعدتنا أنا وباتو لنكتم سرك، لنلعبها الليلة ولتساعديني أنا وأبي، وسأكتم سرك أيضا. ماذا قلت؟ سأفعل ما بوسعي. لا تحاولي خداعي، وحافظي على حياة أبي وعلى نفسك. لن تدور رأسي لتعرفي ما بداخلها يا دوغوس. لا
لو أردت أن أعرف ما في رأسك لسألتك. فلتودين ولا تستطيعين. الحق أنني أريد شيئاً آخر. ما هو؟ أن تعفو عن تركينا. ألا أقتلها؟ إذا أردت. أريد يا دوغوس، أريد، فأنا لن أجني شيئاً من قتلها، لكنه يصبح من الخطأ بعينه ومن الخطر بعينه أن أتركها على قيد الحياة. ستقول كل شيء، وأنا وأنت على وجه الدقة لا نريد أن يقال شيء. أتخافين منها يا دوغوس؟ أنا؟ أجل أنت ذهبت إليها وهددتك بإفشاء سرك وتقول لما ساعدتها على الهرب. أنا لم أساعدها على الهرب، كل ما في الأمر. أنا لا أريد أن أعرف ما حدث، لا منك ولا منها. لذا سأحرقها في الصباح حتى أسد على نفسي طريق السؤال والإجابة معا. ولن أسألك يا دوغوس، لن أسألك لما ساعدتها على الهرب. أتعرفين لما؟ لأن الجهل بالحقيقة القاتلة هو الصواب بعينه. على الأقل يجنبنا الموت. الموت يا دوغوس، الموت. بأمر الخان الأعظم. حرقا؟ يقتلها حرقا؟ كأنه يوم الدين يا مولاي. يوم الدين لله وليس لهذا الكافر. يشعل حطبا يقتل به امرأة لا حول لها ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، هكذا نقول، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيدي الخان الأعظم، لا شك أنك تريد شيئا لها أيها المسلم. أخشى عليكم انتقام المولى عز وجل لو قتلتموها حرقا. أنا لم أمت كما قلت لي يا حسام الدين، ولم تسود الدنيا، وسأحرقها ولن يحدث شيء. سيدي أنا ناصح أمين لكم، لا تحرقها، لا تسكب دم الخليفة، لا ترق دمه على الأرض. سأحرقها يا حسام الدين، وسأقتل الخليفة بدون إراقة دمه على الأرض. وما دمت تريد أن تنقذها فقل لربك أن ينقذها بدلا من أن يميتني. اللهم يا رب السماوات السبع، يا رب الأراضين السبع، يا إله إلا أنت، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب أدعوك بكل دعاء دعاك به نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. أدعوك يا رب بكل اسم هو لك، يا رب يا رب، يا من أنقذت يونس من بطن الحوت، يا من أنقذت يونس من بطن الحوت، يا من جعلت النار بردا وسلاما على نبيك إبراهيم، يا من جعلت النار بردا وسلاما على نبيك إبراهيم. أنقذها يا رب، أنقذها مما هي فيه، أنقذها يا رب، جنبها
هذه الميتة، جنبها هذه الميتة يا رب. أنقذها، اجعل نارهم عليهم لا عليها، اجعل نارهم عليهم لا عليها يا رب. يا رب بحق دعائها لك، بحق دعائها لك يا رب، بحق شهادتها أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أنقذها يا رب، أنقذها يا رب، أنقذها يا رب. أيها التتريون، يا أمة التتر، اسمعوني أقول لكم شيئا عن هذا الخان كبيركم، وعن زوجتي وابني، وعن ابن أخته أيضا. أحسن باتوا، نسيت أن أقطع لسانها. يا رب ماذا تريدون؟ ابتعدوا عني. هيا اخرجي. لا يلمسني احدكم يا جند الكفرة، لا تلمسني يد احدكم. وفي الرابع عشر من شهر صفر عام 656 للهجرة، الموافق للعشرين من فبراير عام 1258 للميلاد، قتل الخليفة رفسا بعد أن وضعوه في غرارة حتى لا يسقط دمه على الأرض. وأمر هولاكو أن يرسل أبو بكر وفاطمة الزهراء إلى قرى قرم ليعملا خادمين عند الخان الأكبر من جوجا آن. هذا قصرك وحدي؟ أنت وباتو، ما رأيك يا باتو؟ أريد أن ألعب. فلتلعب أن شئت وكيف تشاء. كل هذا القصر وما تركه أمير المسلمين من أجلك يا خاني الأصغر، كل ما هنا من أجلك كي تسعد. هيا هيا فلتلعب. تعالي لأريك مخاضعهن ومجالس الأمراء فيه، والفرش المنقوش بالذهب والياقوت والجوهر. تعالي كي تختاري فراشك في أجمل مخدع. وحدي؟ قلت أنت وباتو ولدك. وأنت؟ أنا تعلمين أنه عليك أن ترافق أباك في الفتح، وأنه يتحتم علي أن أظل هنا وحيدا حتى لا يعلم الناس بحكايتنا. هذا أمر الخان بعد علمه بسرنا. بل هذا أمرك، أن تقتلني الوحدة في هذا القصر الموحش والممتد إلى حيث لا أعلم. ألا تهوين المقام هنا؟ هذا القصر أكل صاحبه، لأن صاحبه لم يطأه بسيفه بل وطأه بغلمانه وجواريه. هكذا أحس، أتحول إلى جارية كآلاف الجواري التي كنا في هذه المخاضع. الفرق بيني وبين إحداهن أنني لن ألقى من يطلبني، وأنت بعيد عني. ستلقين من يقوم على خدمتك، وأنت تجلسين هنا كأميراتهم، تجلسين كالخاتون، ومعك الخان الأصغر باتو. لا تنسي أن تطعميه بملعقة من ذهب وصحاف من فضة كما قال الدجس. هيا ادخلي هنا لتري مجلسك، تفضلي. ماذا تفعل هنا؟ أنتظر من يجلس هنا لأقوم على خدمته يا سيدي. وهل تعرف من سيجلس هنا؟ قالوا أنا، لكن يبدو أنه لا يليق أن أجلس بحضرتكم يا سيدي. تفضلي مجلسك يا خاتون الدنيا المقبلة، تفضلي اجلسي هنا. هل تعرف من هذه؟ كما قلتم يا سيدي، خاتون الدنيا المقبلة. سأتركها هنا، ولكن هل تعرف ماذا تفعل لأجلها؟ طبعا يا سيدي، لها السمع والطاعة يا مولاي. تعال يا باتو. باتو؟ ليس باتو الكبير سيدك وابن عمتي، ولكنه باتو الصغير وسيدك أيضا. دلله وداعبه.
فسيكون خان الدنيا يا ابن العلقمي. تعال. لك السمع والطاعة يا مولاي. تعال يا مالك. تعال. أيها الخان الصغير، هل تريد أن تطأ ظهري؟ لا أمتطي إلا الظهر حصان. ليكن حصانك. لا أنت حمار انصرف. أنت تخاف أن تركبني، هذه قولة حق. أصبحت حمارا. يعافني حتى أطفاله. ولا شك لم أصلح لركوب أطفالي، لم أعد أصلح لشيء، لم تعد شيئا يا ابن القمي. الصبي مرة أخرى يرسل لي هذا الرجل ولده بالهدايا يا خان الدنيا والتحف. أنا لا أريد تحفا ولا هدايا. وصك العبودية أيضا، ما دمتم أعطيتموه مرسوم الأمان فلكم منه صك العبودية. ولما لا يأتي صاحب الشام هذا بنفسه؟ مشغول بالحرب على المماليك في مصر. مصر؟ يقولون إنها جميلة مصر هذه. أجمل أودية الدنيا وأغناها يا خان الدنيا، زد على ذلك شدة أهلها. أهلها أشداء. ما انتصر صلاح الدين على الفرنجة إلا بشدة أهل مصر. أنت تعجبني يا طوسي، تعجبني. يعجبني علمك بالتاريخ والفلك والعلوم، وسأبني لك المراصد. قل شيئا آخر عن مصر. هي في وسط الدنيا كالدرة من التاج، كالمفرق من الرأس، كالقلب من الجسد. جميل ما تقول. أنا أحب العلم مع أني لا أفهمه. قل يا طوسي قل. هي كالخاتون من الخان. فماذا أكون أنا من الخان يا نصير الدين؟ قلبه، قلبه يا سيدتي. بما شبهتني؟ بقلب الدنيا مصر. وأنا قلب الخان. جميل يا طوسي؟ جميل. قريباً سأجلس هناك في قلب الدنيا مصر، وكل العالم في قبضتي، وتحكم الدنيا من خلالي. تلك هي المسألة والمشكلة يا دروز، فأنا لا أعرف ماذا أصنع إلا من خلالك يا دروز. أتلك مشكلة؟ نعم يا مشكلة. فأنت حينما تبتعدين أحس كأنني جسد بلا قلب كما قال الطوسي. إذن قل لقلبك ماذا هو فاعل بابن صاحب الشام؟ بما يأمر قلبي. قابله بود حتى نكسب ود أبيه، فيساعدنا للوصول إلى باب مصر دون عناء. بل سيساعدكم
يا مولاي الخان. أنا لا أريد مساعدة من أحد. أنا أقصد يا مولاي. يقصد أن الناصر يوسف سيأتمر بأمركم ويتبعكم. ربما لتقطوا على المماليك أعدائه الذين انتزعوا عرش جده. سأقضي على المماليك وسأجلس على عرش مصر، سواء اتبعني الناصر يوسف هذا أم لا. لم يأتي الناصر هذا إلا بالولاء والطاعة والخضوع والتبعية كما فعل بدر الدين صاحب الموصل، وكما فعل أتابك فارس حينما أرسلوا معلنين خضوعهم وولاءهم. اقبلوا التحف والهدايا وسنقابله. قلها يا خاني العظيم، قل وسنقابله. على الجسد أن يستجيب بما يأمر به القلب يا مولاي الخان. وسنقابله ليس بأمر الخان لكن بأمر قلبه. كنت أعلم أني سأنال كل ما أريد هذه المرة أيتها الخاتون الجميلة. لما يا عزيز؟ لأن الخان لم يرد لك مطلبا. حقا؟ لا يملك من ينظر إلى عينيك إلا أن يطيع بل يغرق. والخان غارق. كلنا غرق يا مولاتي. قل دوغوز. أناديك بعزيز فتقول دوغوز. أنا أقول لك مولاتي ليس لأنك الخاتون زوجة الخان، بل لأنك سيدة القلب والمتربعة على عرشه. آه منكم، كلكم أهل فصاح. وليس كلنا أهلا لرضاك. ما أخبار زوجتك؟ تنتظرني. أرضيت عنك؟ بل تتمنى رضاي، ولكني لم ألمسها. لم تلمسها؟ لما؟ من تتأمل عيناه جمالك لا يبصر أي امرأة أخرى. حقا يا عزيز، لا تبصر إلاي. أبصر نفسي في عينيك، خريق تتقاذفه الأمواج والأنواء ويصطدم بشطآن من مرمر وخلجان من ياقوت، ثم يهوي حيث القاع وحبات اللؤلؤ. اسكت يا عزيز، اسكت. لا تغلقي أهداب النور. بل أغلقها حتى لا تخرج، لتظل حبيسا في أعماقي، بل في أعماق أعماقي. آه يا عزيز، أطفئ تلك الشعلة، أطفئ تلك النار، بل أطفئ تلك الجذوة، أطفئها يا عزيز. من؟ صمتا يا رجل. أنا من أنت؟ أين سيدك العزيز؟ قل لي من أنت أولا. ماذا حدث يا عطار؟ رجل يدخل متسللا، أشعل السراج لنرى من هو وماذا يريد. اخفض من صوتك يا رجل، نادي لي سيدك. من أنت أيها السيد؟ قل لسيدك حسام الدين. ها؟ حسام الدين الفلكي؟ من خبرك عني؟ ها؟ لا, 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 لا يجهل أحد منجم الخان الأعظم. قال الناس بشأنك ما قالوا، وتناقلوا نبوءاتك بموت الخان الأعظم لو فتح بغداد، أليس كذلك يا طبردار؟ لم أسمع شيئا. أنا سمعت. دلني على سيدك، دلني على سيدك، ولا تقل لأحد إنني أتيت إلى هنا. انتظر. تريد سيدي الأمير لأمر جلل، وما يدريك. لا تجوس في جوف الليل هكذا من وراء عيون التتار.
النار إلا لأمر جلل. تفضل يا حسام الدين، أهلا ومرحبا بك. أهلا بأميرنا ابن صاحب الشام. خيرا، هذا أخلص الرجال وأقربهم إلى قلبي. قل ما يعتمل بصدرك دون حرج أو خوف. جئت لأسألك سؤالا واحدا، لما عدت؟ لما؟ سؤال لا يسأله من يعلم يا حسام الدين، وأنت أعلم الناس بما حدث وما يحدث. ولأني أعلم الناس أسألك. قلت لك في المرة السابقة قل لأبيك فليحرص على وطنه ولا يطمع في أمان من أحد، فوطنه يكفل له السيادة والأمان لو حرص عليه. أذكر. وقلت لك في المرة السابقة الرجولة والخوف لا يتفقان. أذكر. لما عدت إذن ما دمت لم تنسى؟ ولما لم تقل لأبيك ما تذكر؟ أنت لا تثق بي، لكني أثق بك، وقلتها لك في المرة السابقة وها أنا أقولها لك هذه المرة معرضا نفسي للموت. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، فقد عذب المسلمون كثيرا بأيديهم. قل لأبيك لا أمان إلا على صفحة سيفك. هذا الرجل جاسوس، عين للخان عليك يا مولاي. ما رأيك يا حسين؟ لا معنى لما حدث غيرها يا مولاي، هو عين للخان عليك. وقد أحسن سيدي إذ لم يعترف له بما ينتويه سيد السلطان الناصر. أنا لم أقلها إلا لكما لثقتي في إخلاصكما. اسمع يا عطار. لبيك يا سيدي. أريد أن تثبت ولاءك وإخلاصك لي. أو تشك في ذلك يا مولاي؟ أريد أن تثبت ذلك بطريقة تتعلق بحرفتك. أريد دواءً يحلق بي مع الصقور البوازي في كبد السماء. أقسم لأطيرنك. فعلاً أريد أن أطير. سأطيرك يا سيدي، أقسم لأطيرنك. انتظرني ساعة زمن لأفرغ من عمل الدواء. تعال يا حسين، اجلس معي إلى أن ينتهي العطار من صنع جناحين لي. ماذا قلت؟ هذا الصبي أرسله أبوه ليخدعني. ما قلت إلا الصدق يا سيدي خان الدنيا. من قال ذلك؟ هو بنفسه يا سيدي. صاحب الشام يعد العدة لمحاربتي إذن. أواثق أنت مما تقول؟ أجل يا سيدي، لقد كاد يعترف لحسام الدين الليلة لولا أنه خاف أن يكون حسام الدين عينا لكم. أي حسام الدين؟ منجمكم يا سيدي، لقد أتى بنفسه إلى الخيمة. لما؟ ليحضه على قتالكم. قال له ارجع لأبيك وقل له قاتلوه فالأمان على صفحة سيف. حسام الدين قال هذا؟ كما قال في المرة السابقة يا مولاي. أية مرة سابقة؟ التي أتى فيها هذا العزيز إلى هنا. لا، لم يكن هنا، بل كان هناك على حدود تبريز، وطيلة هذه المدة يحاول حسام الدين أن يخيفني من فتح بلاد المسلمين ومن قتل الخليفة، بل ويحرضهم على قتالي. انصرف يا عطار. لبيك يا سيدي. كم سنة عشتها بينهم؟ أقصد بين العرب المسلمين. ما يقرب من 10 سنوات يا سيدي. لا شك أنك تأكدت أنهم يضيعون وقتا غاليا في التحايل والمكر والخداع، لا يصلون إلى الهدف مباشرة. الكل يعتقد أنه أذكى من الآخرين،
هذا هو سبب فرقتهم وتخلفهم. أم أن لك رأيا آخر؟ تماما يا سيدي، فهم لا يعرفون إلا المكر والخداع، لذلك أتعامل معهم بالمثل. هكذا دخلنا بغداد وسنستولي على كل ممالكهم. نصر يوسف هذا يريد خديعتنا، لذا سأرسل له ولده حيا ليقول له إن الخان الأعظم يدعوك لمقابلته، فلا يصح أن ترسلني إليه مرتين. هذا هو الصواب بعينه يا مولاي، وعندما يحضر أنا أعرف جيدا ماذا سأفعل به. أما حسام الدين فسأقتله، لكن بعد أن يرحل ابن الناصر يوسف. في الغد سأعود ورأسه لاك في جراب سيفي. ماذا؟ هو ما قلت؟ أتقتله يا سيدي؟ ليس هكذا يا تبردار، ليس هكذا. تساعدني الخاتون على أن يفقد رأسه، أي عقله، ونسكب خدعتنا في دماغه. أفهمت؟ أنا أدرت رأس الخاتون وسأديرها أكثر عندما يحضر لي العطار العقار. لا أطير، سنطير أنا وهي. امسكيني بهذا الهلاك اللعين ونلقي به من السحاب فيسقط. عليك أن تتخيل جسده يسقط مصطدما بالأرض يا حسين. تأخر العطار، ناده. سمعا وطاعة يا سيدي. يا عطار، يا عطار. لا أحد هنا يا سيدي. أين ذهب إذن؟ ربما ذهب ليقضي حاجته، سأرى. يا عطار، يا عطار، أين ذهب؟ ليس موجودا بالخارج يا سيدي. إذن فأين ذهب في هذا الليل؟ لا دكان ولا حانوت ولا خان هنا إلا الخان الأعظم. ربما استضافه الخان الأعظم ليسير معه، أو يأخذ عقارا أو بعض دهاناته. تركناه يحضر عقارا فإذا به يختفي. وما ظنك يا حسين؟ لا أظن يا سيدي، بل قلق على صاحبي. ها أنا قد أقبلت. أين كنت يا عطار؟ آتي بهذه يا سيدي. وما بهذه؟ سر اللعبة والإكسير وترياق الأنات جميعا ومفجر كل الأهات الحلوة. من أين أتيت بها؟ انظر يا مولاي، هذه دمعات من شجرة هنا عند النهر. دمعات من شجرة؟ دعوت الله أن أجدها فوجدتها. شجرة تدمع دمعات من فرح لا من حزن، اسمها الشجرة ذات الضحكات. تدمع ثم تقاقع، تدمع ثم تقاقع. ستقاقع كثيرا يا مولاي وتحلق. أقسم يا مولاي سأطيرك ما بين السماء والأرض. ظننت أنك عند الخان. ها؟ عند الخان؟